مرحبا، يسعد مساكم ويسعد اوقاتكم على طول. برمضان بجمعنا على شاشه سما الفضائيه، عم نطلع عليكم يوميا تنتين الظهر لحتى نترافق نحن وياكم بهي الايام الفضيله. وان شاء الله تكون مبارح ليله القدر، هيك كل دعواتكم تكون مستجابه وتكون دائما دعوات كلها خير وكلها سلامة وصحة للكل. مرحبا ورد. مرحبا يا رنا، كيفك اليوم؟ تمام، كيفك؟ إن شاء الله يا رب يكون رمضان خير وبركة ما تبقى منه. 27 اليوم نعتبره مرق، يومين 28 29 والعيد، أو 28 29 30 والعيد، يعني أقصى ما يمكن برمضان بيجمعنا. بقلنا معكم ثلاث حلقات، إن شاء الله يا رب نكون كنا حلو بالتعبير، مضارع وماضي، خفاف الظل عليكم، رفقناكم خلال ساعات الصيام كل يوم ساعة ونص على الهواء المباشر. اليوم حلقتنا مميزة، وأمنياتنا ورجائنا جميعا بانتهاء جائحة كورونا بالقريب العاجل للكل. فشو رح يتغير بحياتنا بعد انتهاء كورونا يا حذركم؟ شو رح يتغير فيكم إذا قالوا لكم بكرة منظمة الصحة العالمية أعلنت انتهاء جائحة كورونا؟ صحيح. على الكوكب الأزرق كوكب الأرض، شو عطانا كورونا دروس؟ هذا الموضوع اللي رح نعرفه من خلال تعليقاتكم على البوست الخاص بحلقة اليوم بصفحتنا على الفيسبوك رمضان بيجمعنا على قناة سما. اتصالاتكم رح ناخدهم خلال الحلقة أكيد على الأرقام اللي بلشت كمان تظهر يا رنا. أكيد ناطرين كل مشاركاتكم خلال حلقتنا كلها عن طريق أكيد المشاركة على الفيسبوك أو حتى عن طريق الاتصال لحتى نسمع آرائكم بهذا الموضوع، وهل يا ترى تغير شيء أو رح يتغير شيء برأيكم بعد انتهاء جائحة كورونا؟ ناطرين كل تعليقاتكم ومشاركاتكم. شاهد، انت بتعرفي تصلي؟ ايه، كنت عم صلي مثله. طب شو بتعرفي عن الصلاة؟ بعرف انه بنقرا فيها قران، كمان الله بحبنا لما بنصلي. ايه صح، وانا رح احكي لك شو بعرف عن الصلاة. هي الركن الثاني من اركان الاسلام، ونحن بنصلي خمس صلوات، ان الفجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء، ونحن وكل صلاة بتختلف في عدد ركعتها، كل ما نصلي الله بحبنا اكثر. هلا بعد شوي بيأذن المغرب، بنقوم بنتوضا وبنصلي ثلاث ركعات. اتفقنا؟ ماشي اتفقنا. اطلي غرة الدهر، اطلي ليلة القدر، اطلي غرة الايام. ليلة القدر ليلة عظيمة وليلة مباركة، ونتمنى كلنا انه الله ينزل ليلة القدر علينا. نروح على الجوامع وبنصلي ليلة القدر وبنحييها وبندعي لربنا الله يفرج على هالبلا. هلا نحن متعودين قبل هالكورونا انه نحييها بالجامع، يعني ايه بنضل السحور، بنصلي التراويح، بنصلي قيام الليل، تسابيح، ايه يعني كانت اللمة بالجامع اكثر شيء حلوة. كنا نحيها بالجوامع طبعاً، بعد التراويح بتبقي بالجامع، كانت مجموعات توزع تمر مي، مجموعة من السحور، كل واحد يحط أطفاله طبعاً بالبيت، والرجال بمكان والنساء بمصلى. طبعاً هلأ كتير تغيرت القصة إنه بالبيت، بس يعني هنعمل اللي علينا، يعني وضع مضطرين عليه. والإيمان والخير، فيا رباه فارحمني، فوزري آه من وزري، لأنك أنت أمنياتي، لأنك ليلة القادر. يعني طقوس وعادات وتقاليد أهالي دمشق بليلة القدر مميزة جدا. صح. بارح كل البيوت تحولت إلى مساجد وأحيوا الليلة،
ورفعوا الدعاء إلى الله عز وجل، الله يفرج عنهم وعن بلادنا. مع اقتراب انتهاء شهر رمضان الفضيل، العديد من المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها بيتوجهوا للدعاء والتضرع لإدراك ليلة القدر. طبعا صحيح، هي عادات وطقوس ورد إحياء ليلة القدر اختلفت أكيد بالدول الإسلامية، وكان لبعض الدول طابع الخاص بهي الليلة. اختص الله عز وجل شهر رمضان المبارك بالطاعات والخيرات وميزه عن باقي شهور السنة، حيث تتضاعف فيه الأجور مع كل يوم من أيامه إلى حين قرب العشر الأواخر، وخاصة في ليلة القدر. عندها يجب على المسلم الإكثار من الصدقات والطاعات وقراءة القرآن. وقد تختلف العادات والطقوس الخاصة بليلة القدر في الدول الإسلامية اختلافاً طفيفاً، إلا أنها تجتمع على طقس واحداً وهو أحياء ليلة القدر، حيث يتوجه المصلون إلى المسجد بأعداد كبيرة عند منتصف الليل ويبدأون الصلاة والدعاء وتلاوة القرآن، ويحرص عدد منهم على ختم القرآن كاملاً في هذه الليلة كونها الليلة التي أنزل فيها القرآن، وتقدم وجبة السحور للمصلين قبل ذهابهم إلى بيوتهم. ولكن وفي بعض الدول حملت الطقوس طابعا مختلفا في بعض تفاصيلها، ومنها فلسطين، فليلة القدر هي الوحيدة من بين أيام السنة التي تفتح فيها أبواب المسجد الأقصى على مدار الساعة، وفيها يتجمع أكبر عدد من المصلين في المسجد الأقصى مقارنة بسائر أيام السنة، فيتوافدون من الداخل الفلسطيني ومن جميع دول العالم لإحياء ليلة القدر، إلا أن أهالي قطاع غزة لا زالوا محرومين من قبل الاحتلال من الصلاة فيه حتى في هذه الليلة. أما المغاربة فيحتفلون بليلة القدر بعادات وتقاليد مميزة لا تتكرر في مناسبة أخرى، ويحيون من خلالها ما توارثوه عن أجدادهم. ومن العادات التي اشتهر بها المغاربة في ليلة القدر الاحتفال بالصوم الأول للأطفال لتكريس الانتماء الديني للطفل المغربي المسلم، حيث يهيئون له الملابس التقليدية المغربية ويرافقونهم في جولات بين مختلف مساجد البلاد، ويقوم التجار بإعطائهم بعض النقود تشجيعاً لهم على الصيام. بينما يستقبل المواطنون في الجزائر ليلة القدر بطريقة أخرى، حيث تنتشر في العشر الأواخر من رمضان ظاهرة التوجه نحو شواطئ البحر وإشعال شموع مختلفة الألوان على طول الشاطئ، لتقوم الفتيات بإطفاء الشموع بمياه البحر، وتتمنى كل واحدة منهن أمنية وتتوجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى. يسعد مساكم مرة تانية. العيد بين الفرح والبهجة وبين الظروف الاستثنائية يلي عم تغير ملامحه، ثنائية عم نعيشها هالسنة مع اقتراب عيد الفطر المبارك. عادات وطقوس غابت نتيجة الإجراءات الصحية الاحترازية وأوضاع اقتصادية صعبة، ووسط هالمشهد بيبقى الأطفال هن للأسف الأكثر تأثراً. صحيح، ويمكن ورد العيد والأطفال هي ثنائية مرتبطة بمظاهر البهجة والتفاصيل الحلوة مثل الثياب الجديدة، أكلات الحلو العيدية، اللعب يمكن بالجناين أو الملاهي، تفاصيل للأسف ما رح يقدروا أولادنا يعيشوها مثل كل سنة. كيف فينا نحكي معهم عن هالظروف، وهل لازم تكون فكرة الأطفال عن العيد تكون فقط محصورة بهي التفاصيل؟ هالأسئلة وغيرها رح تجاوبنا عنها ضيفتنا أليسار الأسعد، اختصاصية تربية الأطفال. أهلا وسهلا فيكي معنا. أهلا وسهلا فيكي أستاذة، ورمضان كريم. يعني مثل ما ذكرت رنا، العيد يساوي الطفل، الطفل يساوي فرح، بهجة، لعب، حدايق، ملاهي، أكلات طيبة، ثياب جديدة، هاد كله السنة ما له متوافر عند الأطفال. لازم نبقى نحن نقرن العيد بالطفولة وبالفرح واللعب والملابس، ولا لا لازم نبلش نغير مفهوم العيد عند الأطفال؟ هلأ نحن بمجرد ما قلنا كلمة عيد البسمة فورا تظهر على وجوهنا. العيد هو سعادة فطرية ومن شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها تقوى القلوب. فبدنا نخلي هاي الصورة الذهنية للطفل إنه العيد هو عبارة عن فرح وبهجة وسرور،
لأنه بالأساس هو خلينا نقول مكافأة للصائم، يعني ربنا عطانا إياه حتى نحن نفرح فيه. شو ما كانت الظروف سيئة، شو ما كانت الظروف صعبة، بدنا نخلي الطفل عم يشعر بالفرح وعم يشعر بالأمل وعم يشعر بالسعادة. فيعني شيء طبيعي إنه نحن نركز دائما إنه نحن لا نحن فايقين مبسوطين، اليوم عيد، كل عام وأنت بخير. شو ما كانت الظروف سيئة، الطفل بده يحس بالفرح بهذا اليوم، بده يرتبط مفهوم العيد عنده بالفرح والبهجة. تمام، يعني لازم يضل أكيد العيد هو مرتبط بهي المظاهر، بس كيف فينا كمان ندخل بنفس الوقت موضوع الروحانيات؟ يعني مثل ما قلنا العيد هو مكافأة للصائم، من بعد شهر رمضان المبارك بيكون صائم ناطر العيد يمكن لحتى ينبسط بهالأيام، والطفل دائما مقرون عنده بهي العادات اللي ذكرناها. كيف بنشرح للطفل روحانيات هي المناسبات؟ تمام، نحن بلشنا معه من بداية رمضان الكريم لما خصصنا له ركن في المنزل للعبادة والصلوات، بلشنا هو جوعان، قلنا له إنه ليك كيف الناس الفقراء بجوعوا، بلشنا نحسسه بالآخرين، خصصنا صدقة من مصروف المنزل، خلينا نقول سكبات أكل للجيران للناس المحتاجين. فالطفل بلشت تترسخ عنده مفاهيم مساعدة الآخرين ومفهوم الإيثار، فكملناها بالعيد. العيد بلشنا مثلا ممكن نقول إنه يعني دائما مرتبط عند الأطفال بثياب جديدة، صح. فخلينا نقول انه الاطفال والعيديه والاكلات الحلو الطيب، الجمعه، العيله. فبلشنا هلا نرسخ عند الطفل بالعيد مفهوم مساعده الاخرين بهي الطقوس. يعني انا جبت ثياب جديده، قلت طب انا كمان عندي كثير ثياب، جبت ثياب وين بدي البسها؟ تمام، يعني جبت له ثياب جديده للولد هو وين بده يلبسها؟ انا عم كب الزباله المساء مثلا، في ناس بتتنقوا هلا هالايام لانه هو مشوار يطلع. هلا عم بحكي بشكل عام، رح نحكي بظل الحجر الصحي وجائحه كورونا، فانه خلينا نساعد الاطفال الثانيين، اذا ماما عملت لنا اكله ظريفه نساعدهم، نفكر نقدم لهم اياها، نفكر بغيرنا. صله الرحم هلا ما بقى في تباعد اجتماعي، فكل شيء عبر السوشيال ميديا واتصالات ثانيه. خلينا عفوا للمقاطعه، خلينا نستخدم كلمه تباعد جسدي، حتى منظمه الصحه العالميه واليو ان كمان بصفحاتهم الرسميه عبر التويتر، عبر الفيسبوك، عبر الانستغرام، قالوا لا عاد تستخدموا كلمه تباعد اجتماعي، استخدموا كلمه تباعد جسدي، لانه في ناس فهموا انه اذا انا متباعد اجتماعيا عنك لا بحاكيك ولا بدق لك ولا بتواصل معك ولا شيء. ولكن هن من بعد ما اطلقوا كلمه تباعد اجتماعي رجعوا صححوها كمان، لا هي اطلقوا تباعد جسدي، ظن واضحه يعني مبدئيا، يعني معظم الاشخاص انه تباعد اجتماعي. نحن اصلا كلياتنا بالاساس كنا على السوشيال ميديا عم نتواصل اكثر ما نشوف بعض، يعني وش لوش، صح. يعني هي بس مثل ما تفضلت حضرتك ورد انه هي بس تباعد جسدي، احنا بعدين عم بعد مسافه مترين، بس في مسافه مترين. تمام، فهيك يعني بيكون الطفل عم بيراعي شعور الاخرين، عم تتجسد هي المفاهيم عنده، صح. تمام، طيب الطفل ما بيعرف مفهوم تباعد جسدي، هذا اللي منظمه الصحه العالميه عم تقول عليه، بده ينزل وبده اذا ما اشترى هذا الخرز واللي ما اشترى حتى مفرقعات ناريه رغم كل تحذيراتنا نحن بنقول لهم للاهالي لا تخلوهم يشتروا، هذا اسوء شيء فرد الخرز، بنقول لهم اعملوا بوشار بالبيت، تمام، اعملوا بوشار بدل ما فرقعوا. بده يشوف غيره شاء ام ابا انه ابوه جاب له ثياب جديده، تمام. الطفل ذكي طبعا، ما بيقدر نحن العالم الضيق المحيطين فيه طبعاً. نخليه يقتنع انه ولا اب بالسنه اشترى لاولاده ثياب جديده، بيقول لك لا بابا ليكو فلان اشترى له ابوه ثياب جديده. فكيف انا بدي اقنع طفلي انه نحن الضائقه الماديه اللي عم نمر فينا بتمنعنا نجيب لك اللي بدك اياه؟ تمام، نحن بالاساس بنكون مربيين طفلنا على مفهوم القناعه، يعني بما يناسب خصائصه العمريه، تمام. انه انا في عندي كثير اشياء بدي اشتريها بس انا ما قادر اشتري كل شيء، بس انا فيني اعوض، مثلا انا ما فيني اجيب لك هذا الثياب بس انا فيني اعمل لك اكله طيبه. هلا الحوار والمناقشه كثير مهم، مثل ما تفضلت الطفل ذكي، طفل ما فينا نستهزئ بعقله ابدا، وخصوصا يعني هلا بانتشار الوعي وانه نحن دائما عم نشوف اخبار قدامه وكل شيء، عم يعني هو ابن بيئته وابن مجتمعه، فانا ما فيني اخبي عليه، بالعكس انا بدي اعتبره هو شخصيه محترمه مستقله واحترم افكاره واحترم رايه. انا بنصح بس مثلا الامهات، يعني هلا هي القصه كيف بدها تصير متناقل الاحاديث اللي جابت، نحن السؤال المتكرر عنا بالاعياد شو جابوا لك اهلك ثياب على العيد، ايه شو اشتريت انت اخترت ثيابك، ممكن يخجلوا الاهل بهي الطريقه، فهذا يعني السؤال خلينا نلغي هالفتره لانه فعلا ضائقه الماديه على الشعب السوري، يعني خلينا نقول عامه، خلينا هي السؤال نلغي. وبحال نحن ما قدرنا نجيب ثياب لاطفالنا
والاغلب يعني انه في حتى امهات عم طب انا ما حطالعهم من البيت لشو بدي اجيب لهم؟ اجيب لهم اكله ياكلوها طيبه ظريفه يعني ينبسطوا فيها اكثر. فانا يعني بقترح بما انه احنا بالحجر الصحي هيك نمينا المواهب الفنيه عند الاطفال، يعني مثلا عنده بلوزه قديمه قميص ظريف فيه هو يشتغل عليه، مثلا يرسم رسمه، يطرز البنت، يطرزوا مثلا اشياء ظريفه، يخترع شيء بيغيروا. باوروبا كثير عم يشتغلوا اعاده تدوير لهالقصص. فنحن كل فتره الحجر الصحي عم نحاول ننمي مواهب الطفل الفنية وكتير اشياء. فخلينا نشتغل على بلوزة او قميص او قطعة مثلا هو بيحبها يقلبها قلب من خلال لمساته الفنية، تمام. هيك بحس بالرضا وبحس بالانجاز انه انا عملت هذا بايده، وما يعرفوا انه هذا قديم، يعني هي براءة بيطلع كأنه قطعة جديدة، تمام. يعني طيب كمان هون سؤال، يعني هون الضغط هو على الاهل كبير، ما رح ننكر انه في ضغط هائل اليوم على اي شخص هو فاتح بيت، ان كان من المصروف، ان كان بحال وجود اطفال، فهو لسه المصروف مضاعف والهم مضاعف ايضا على الاهل. الاهل لا شعوريا بيصيروا يعني هيك نقولها شوي بالعاميه ينقوا، يحكوا، يشكوا قدام هذا الطفل، ممكن بين بعض او لشخص او لشخص ثالث. هذا النق او الحكي السلبي ممكن ياثر كمان على الطفل؟ طبعا هذا حذرنا فيه من بدايه الحجر الصحي. القلق بنتقل للأطفال عن طريق الآباء، والطفل إنه لا يتعلم بالكلام، يتعلم بالتقليد بالمحاكاة. يعني أنت بيشوفك الأم عم تنقي ضجنا وشو هذا عندهم بالبيت، ولا في طلعة ولا في فوتة، ما معنا مصاري، أنت عم تنقلي له القلق. فيعني خلينا نركز على الأطفال بهالفترة، نحن كبار قادرين نتحمل، قادرين نفرغ مشاعرنا، قادرين نعمل نشاطات، يعني قادرين نحن نروح على نفسنا. بس هو يعني طفلي متعود على المدرسة، متعود على الجنينة، متعود على الطلعة، فجأة انحبس بالبيت، خلينا نراعي مشاعره. ما بدنا فيك تفوتي على غرفتك تقلقي تبكي تعملي اللي بدك اياه، بس قدام أطفالنا رجاء خلونا دائما نكون هادين وصبورين. يعني مر علينا مؤامرة كونية تخطيناها بإذن الله، ففيروس يعني بإذن الله نحن بدنا نعطي أطفال أمل إنه هو إن شاء الله رح يخلص. فدائما بدنا نعطي نغرس الأمل بأطفالنا، ما بنقول لهم بكرة وبعد بكرة. حتى في دراسات عم تحكي عن الفيروس، طبعا لسه هي كلها دراسات ونعرف إنه ما في شيء مثبت لليوم، إنه نحن ممكن مع الوقت نتعايش مع هذا الفيروس، تمام. يعني ممكن يصير شيء مو فترة وتروح، ممكن هو بيضل موجود بحياتنا، يعني مشان ما يشعر الطفل بالإحباط. يعني انا ما بدي احسسه انه هي نهايه العالم. في كثير اطفال يعني اذا شفنا مقاطع على اليوتيوب انه هي نهايه العالم، هي نهايه العالم، في كبار عم يقولوا هيك، فما بالك الاطفال. في كبار عم يقولوا 2020 لا ما رح يجي بعدها، 2021 خالصين، يعني ارفعوا الرايه البيضاء. طبعا لا، نحن املنا برب العالمين كثير كبير. رح نروح لموضوع التنمر، ان كان من الكبار على الطفل او من الاطفال على بعضهم. كثير من الناس بيقولوا انه انا ما رح اجيب لك ثياب هالعيد، مو لانه انا ما معي مصاري، لا، بيشيلوا الطفل المسؤولية، بيقولوا له انه لانه انت مالك منيح مثل ابن خالتك. لما تصير انت شاطر وتجيب 10 على 10 او تاخذ كذا او تحكي انجليزي مثل ما بتحكي بنت خالتك او ابن عمتك، فانت بتستاهل يكون عندك هدايا والعاب على العيد. هذا الموضوع قديش اثره السلبي كبير على الطفل؟ اكبر غلط انه انا قارن طفلي، بدي اتقبل طفلي وبدي احبه مثل ما هو. في فروق فردية بين الاطفال، غير هيك انا حبي لابني غير مشروط. انا ما بحبه اذا جاب علامة كاملة، ولا رح حبه انه اذا هو طلع مميز او حكى لغتين. انا بحبه لانه ابني، بدي اتقبله كيف ما كان، بدي احبه مثل ما هو. عايشوهم بحب. الاطفال ما نون صدقوني ما نون بحاجه لا ثياب فخمه ولا رصيد بالبنك ولا سيارات ولا نحن بحاجه اللي بنفسد الاولاد على هدول القصص للاسف. هن بحاجه يعني حب. يعني اكثر شيء انا ترجعوا لذكرياتكم مع اهاليكم، يعني مثلا بنتذكر ايمت ضمونا، ايمت سمعونا كلمات حلوه، ايمت حفزونا بالدعم المعنوي. انا عفوا دائما بقول بهذا الخصوص، يمكن اي حدا عم يحضرنا رح يحس بنفس القصه، قديش الام بتكون حافظه كل تفصيل من تفاصيل بيتها واولادها وجوزها. يعني مجرد انه الام تكون عامله مثلا اكله ولد من الاولاد ما بتحبها، ولحالها عامله اكله ثانيه، عامله حساب هذا الولد فيها، انا بحس انه هي خلص اعطيته كميه حنان بدون يمكن ما تعبر بالحكي، تمام. ما هي بتعبر عن الحب من خلال هي التصرفات، صح. بس ما بدي احبه انا كرمال انجاز. طيب ممكن هو نوع ذكائه ما بيتوافق عن غيره، تمام. في ذكاءات متعدده، دائما بدنا نحط ببالنا انه في فروق فرديه بين الاطفال، في بعض الاهالي بين الاخ واخوه في فروق، في بعض الاهالي حتى ما يغلبوا حالهم بعناء الشرح وتوصيل هالافكار اللي كثير كبيره على عقل الطفل، انه اليوم نحن بضائقه اقتصاديه، ما عم نقدر نجيب اساسيات البيت لخمسة ايام من الشهر، ما عم نقدر مثلا ناكل ونشرب مثل العالم والناس. بيقولوا له
انه انت الحق عليك لهيك انا إيه لهيك انا ما رح اجيب لك هالسنه. والطفل بده يفكر وبده يتأزم نفسيا وبده يكتئب تمام بده يبلش. نحن عم نعزز ثقه اطفالنا نشعرهم خلينا يشعروا بالرضا عن الذات وبيجوا الاهالي بهالطريقه لا الطفل بده يكون متاقلم. نحن ليش يعني اغلب الناس ما قادروا يتاقلموا مع الوضع وصار عندهم اكتئاب؟ لانه نحن بالاساس مو معودين اطفالنا ونحن على التاقلم مع اي ظرف ممكن يصير. فانا بدي اعود طفلي بدي اعيشه باجواء البيت انه انا هي قدرتي المادية بالحوار والمناقشة. كتير شفنا أطفال مقتنعين يعني أنا هلأ ماني قدران أشتري لك هي السيارة لكن شو حلوة نوبات البكاء اللي بتصير بمحلات الألعاب. صح. هي سببها أنه أنا نص ساعة حوار بس مع طفلي بتجنب نوبات غضب بتجنب نوبات بكاء بتجنب مشاعر طفلي تنجرح. هي عبارة عن حوار ومناقشة بيصير الطفل عنده محاكاة عقلية وحتى بنمي مهارة الطفل على حل المشكلات. صحيح. بصير لما بتعرض لأي مشكلة بيطلب مني أي طلب وبيعرف هو لحاله بيقدر وهذا الشيء بيجسد عنده القيم والسلوكيات والشعور بالآخرين. صحيح. اللي صار بختام فقرتنا بدنا هيك كلمة أخيرة لكل الناس اللي عم يتابعونا واللي أكيد كل حدا من جواته هو مضغوط وحامل كتير أعباء. خلينا نحكي على هالثلاث أيام العيد اللي جايين أو هي بالأحرى أكثر تقريبا أسبوع عطلة كيف الناس بدها تقضيها مع أولاد بشكل مختلف عن الأيام العادية ضمن الحجر. تمام بداية خلينا نستقبل العيد بفرحة وبزينة من صنع أطفالنا يعني مثل ما استقبلنا تمام. رمضان وزينا البيت خليهم يعملوا الأشياء اللي بيحبوها بغرفتهم يلونوا يفرغوا يعني الشيء اللي حابينه على الورق والألوان. ثانياً نتناقش نحن وياهم بأكلة مثلاً بيحبوها مو شرط نعمل معمول المكلف فينا نعمل كيكة ويزينها الطفل وبنبسط فيها كتير وتكون يعني على السفرة مع الكل. خلينا نعمل سهرة مع أطفالنا نتذكر فيها أيام زمان كيف كانوا يعيدوا مثلاً كيف نحن كنا نعيد. أنا بقول له لطفلي أنت شو أكتر شيء كنت تحبه مثلاً العيد الماضي وإيش كنت تعمل؟ طب أنا لما كنت بعمرك كنت هيك عيد. خلينا نعمل هي المقاربة الأجيال نحن وسهرانين سوا. نعطيهم حب نعطيهم أمل نغرس فيهم الأمل. شو منقدر نشاطات نعملها بالبيت ممكن نحكي مع قرايبيننا مشان نعزز صلة الرحم فيديو كول نخصص وقت صح نقول لهم هلا وقت وقت الفيديو كول مع بيت عمك تمام. مثلا نحكي نورجيهم انه طفلنا شو عم يعمل انجازات بالبيت نصوره نبعث فيديو لقرايبينه نمدحه انه والله قاعد لك الرسمات اللي عملها كرمال عيد. نعمل بطاقات معايده مثلا يصورهم يبعثهم لقرايبينه انه والله هي عملتها وكتبت لك اسم وقته تمام نحط له عيديه فيها شو ما كانت بسيطة العيدية بتفرق الكبير والصغير الكبير قبل الصغير اسألي مجرب ولا تسألي حكيم يعني بالكنترول عم يقولوا ما شاء الله حكيك رائع وبجنن وأنا من عندي وكمان أنا أكيد بتوافقني الحديث إنه شكرا لأنك شاركتينا بالمعلومة أنا كتير فخورة بالقعدة أهلا وسهلا فيك إن شاء الله هي بنعاد عليك بكل خير رمضان كريم وإن شاء الله عيد بيكون عيد خير على كل الناس إن شاء الله بإذن ربنا على سوريا كلها إن شاء الله شكرا لكم. يعني معظم أطفالنا متعودين يقضوا العيد بالملاهي والحدائق والتسالي ورفقاتهم بيكونوا مرافقينهم برا بيوتهم ولكن هالسنة يمكن فرحة الأولاد ناقصة وهالقصص اللي تعودنا عليها للأسف ما لها موجودة فكيف رح يقضوا العيد خلونا نشوف. كيف رح تقضي العيد هاي السنة؟ بروح بزور بيت جدي واثنين ونعيد عليهم بس بروح بعايد يعني على عمتي على بيت جدي نروح نلعب بالمراجيح نطلع من الصبح وبنتمشى ونتسوق ونروح على الأراجيح ونرجع هيك حروح أزور أبي ستي يعني هيك أزور العالم وعايد عليهم أنا يعني رح أروح كمان زور أهلي وأهليات بيتي وزور عندهم يعني أقعد بعدين بس يفتحوا إن شاء الله طرقات يعني بعدين بيفتحوا المحلات وهيك والألعاب بروح منلعب بروح على عماتي وبالبيت بروح على المراجيح مشغلين المراجيح ألعب مع أولاد عمي فوق وعندي ألعاب بلعب فيهم يسعد اوقاتكم عن جديد. مثل ما خبرناكم دائما نحن اكيد كل امنياتنا ورجائنا انه تنتهي ان شاء الله جائحه كورونا بالقريب العاجل بس نحن اليوم كان سؤالنا عن هذا الموضوع شو رح يتغير بحياتنا من بعد انتهاء الكورونا شو رح يتغير انت شخصيا فيك وهل رح يتغير
فيك شيء اصلا؟ رح اكيد نسمع اجوبه الناس يلا. عن هذا الموضوع. عم نشوف على الشاشه مع بعض مشاهدينا البوست الخاص بحلقه اليوم رمضان بيجمعنا على قناه سما، هو عنوان صفحتنا، وسالناكم على الصوره شو رح يتغير بحياتكم بعد كورونا، يا ترى حيتغير شيء اصلا مثل ما قالت رنا. رح نبدا من عند هويدا عم تقول ان شاء الله بنرجع لحياتنا الطبيعيه والله يحقق لي اللي ببالي ان شاء الله، بس ما جاوبتينا شو حيتغير. كمال قطان يلي يتغير انه الاسعار صارت اضعف، حط على الشاشه ولا ما خرج. طيب انا رح اقول لك يا صديقي كمال قطان، موضوع نحن بنحط على الشاشه، وبدي اضيف على كلامك كمان فعلا الاسعار صارت مبالغ فيها بشكل كتير كبير، وفي بعض الناس وليس الكل ما عم ترحم بعضها، وبيقولوا لك انه الحجاج موجوده ومقولبه وجاهزه اصلا، فالله يفرج على الجميع، هذا اللي بنتمناه، وبنتمنى انه يتغير الناس ترحم بعضها ان شاء الله بعد جائحة كورونا. هذا الوضع على كل الناس اكيد ان شاء الله يا رب. رح نكمل مع احمد عم يقول حسينا بقيمه النعمه اللي كنا فيها، تعلمنا عادات صحيه جديده وصرنا اكثر حذر بالتعامل مع التجمعات، صار عندنا ثقافه طبيه ومعرفه لكثير من الامراض بسبب كورونا، قرانا عن الامراض المشابهه له، وتحياتي لقناه سما. شكرا كثير يا احمد. حلو كثير، يعني اذا في ناس عن جد اخذت هاي المعلومات واستفادت منها فهو جدا. رح تكملي يا رنا بعد اذنك؟ رح نكمل كمان شويه تعليقات. رح اخذ حنان عم بتقول الشيء اللي بتمناه ترجع سوريا بكل تفاصيلها الحلوه، الامن، الحب، النجاح، الانسانيه، بالنسبه لي حلو النجاح والاصرار عليه صار اقوى بعد الكورونا. رح اخذ كمان في عنا نور عم بتقول الشيء اللي ممكن يتغير وللأحسن إن شاء الله هو عودة الحياة لمسارها وشكلها الطبيعي والمعتاد ما بعد جائحة كورونا، والابتعاض من هذا الوباء من خلال ازدياد الوعي والإدراك بفترة الحظر، بنشر أكيد ثقافة التسامح والمحبة والنشاط والتعاون بين كل شرائح المجتمع. إن شاء الله التغيير الحقيقي بيكون بعودة بلدنا سوريا مثل ما كانت لسابق عهدها، عمرانة بالخير وبالحب. شكرا كثير لك اكيد يا نور ولكل حدا شاركنا بتعليقه. اكيد نحن بكره او عفوا مو بكره، بالفقره الثانيه والقسم الثاني من حلقتنا نحن كمان رح ناخذ اتصالاتكم ونسمع اصواتكم مع بعض ونسمع جواباتكم بشكل مباشر بعدين. صحيح، بنكمل نحن بالتعليقات مره ثانيه. الاتصالات على الرقم اللي بلش يظهر أسفل الشاشة، هذا الرقم اللي بتتصلوا فيه لعند الدكتورة إيفانا وبترجع بتتصلوا فيه معنا. دكتورة إيفانا صارت جاهزة معنا لحتى تستقبل ضيفة ونتعرف معهم على موضوع اليوم. مرحبا يا دكتورة، كيفك؟ مرحبا دكتورة، أهلا وسهلا. هلا حبيبي، تفضلي. شكرا، مساء الخير. اليوم حنحكي عن المشاكل العينية اللي ممكن تصير بفصل الصيف، تأثير التكنولوجيا على صحة العين، وطبعا ما تنسوا تتواصلوا معنا عبر الأرقام اللي عم تظهر أسفل الشاشة، والبداية بعد لحظات. العين من أكثر الأعضاء حساسية بالجسم، وللأسف كثير بنسمع عن تضرر بالعين بشكل جزئي أو كلي يلي بينتج عن الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية. ولمعلومات أكثر عن أضرار الأشعة الناتجة عن الأجهزة التكنولوجية خلينا نتابع سوا. بالتأكيد هناك مجموعة من أضرار الهاتف المحمول على العين مثله كمثل الأجهزة الأخرى كالكمبيوتر والأجهزة اللوحية، فجميعها ترسل الضوء. إذ اكتشف العلماء في جامعة توليدو كيف يمكن للضوء الأزرق المنبعث من الهواتف المحمولة أن تؤدي إلى تنكس البقعة الصفراء، ويعد هذا أحد الأسباب الرئيسية لفقدان البصر. أما الضمور البقاعي فهو نتيجة موت خلايا المستقبلات الضوئية في شبكية العين، وتتمثل وظيفة خلايا المستقبلات الضوئية في التقاط الصور المرئية وإرسالها عبر إشارات إلى الدماغ والذي تنتجه العين، ويتم تحفيزه بواسطة الضوء الأزرق، ويسبب تفاعلات كيميائية مختلفة. ويمكن أن تكون هذه التفاعلات داخل العين ضارة لجزيئات خلايا المستقبلات الضوئية وتتسبب في تلفها، وعندما تموت هذه الخلايا المستقبلة للضوء لا يمكن إعادة تجديدها. وقد يكون جزء من هذه الظاهرة سببه أن الضوء الأزرق له طول موجي أقصر مقارنة بألوان أخرى، وبالتالي لديه طاقة أكبر. ومن الضروري معرفة أن الضرر لا رجعة فيه ولا يمكن عكسه ومعالجته.
ومن أضرار الهاتف المحمول على العين هو التسبب في جفافها، إذ يمكن أن يؤدي الضوء الأزرق من هذه الأجهزة إلى جفاف العيون، فبمرور الوقت وكلما ازداد تفاعل شخص ما مع هاتفه كلما كان يرمش بشكل أقل، هذا في الواقع يؤدي إلى تبخر الدموع بشكل أسرع، بما يترك القرنية لتجف. صار معنا الدكتور فارس عطار اختصاصي بالامراض العينية وجراحتها. كيفك دكتور؟ اهلا وسهلا. اهلا فيك دكتور. دكتور هلا نحن بنعرف نحن عصر التكنولوجيا، التكنولوجيا صارت تاثر بحياتنا بشكل كبير، يعني كثير اشخاص اول ما بيفيقوا حتى منهم انا بمسك هالتليفون وبتصفح، قد ايه هذا الشيء خطير على العين؟ هلا بالنسبه لاستخدام الاجهزه الالكترونيه لفترات طويله بغض النظر شو نوعها، ان كانت الموبايلات او الاجهزه الكمبيوتر او حتى الايباد، هي عم تؤدي الى مجموعه من الاعراض اللي هي عم تندرج كلها تحت مسمى متلازمة الإجهاد البصري. تمام. هالأعراض عم تكون عبارة عن حس حرقة بالعينين، ألم، ممكن نوصل لمرحلة الصداع، تشوش بالرؤية. هدول إلى صورة سرية مميزة إنه بيفيق شخص بيروح على شغله طبيعي ما في شيء عنده. تمام. مع بداية العمل ببلش منتصف ساعات النهار ببلش بحس شوية تقل بالعينين، ببلش بحس بهي الحرقة، نهاية النهار بيوصل لمرحلة صداع شديد بس بده يروح على البيت ويغمض عيونه ويرتاح. بيراجعونا كثير بيعانوا من هالموضوع انه كثير عم ياثر على نوعيه حياتهم، على تواصلهم مع بعض العمل، على حتى اداء لعملهم اليومي. نحن هلا ما فينا نقول للعالم انه وقفوا استخدام الموبايلات نهائيا، صار جزء كثير اساسي من حياتنا وجبرت يعني انجبرت علينا. فينا نعطي بعض القواعد انه نكون استخدام هاي الاجهزه بشكل سليم. اللي هي احنا اول شيء لازم مكان العمل، طبعا كل الاعمال صار فيها شاشات، فنحن نظم مكان العمل بحيث تكون المسافه بين جسم الانسان او العين والشاشه وحجم الشاشه مناسب بحيث نقرا المعلومات بطريقه مريحه. اثنين، الاضاءه المناسبه لازم تكون بالغرفه بحيث ما تكون ساطعه جدا، بحيث انه مثلا التلفزيون اذا كان وراه شباك ممكن نلاقي صعوبه تتعب العين لحتى تميز الاحرف. شغله في قاعده بسيطه اذا بنطبقها كثير بنرتاح، هي قاعده اسمها 20 20 20، انه نحن كل 20 دقيقه لازم نحول نظرنا لمده 20 ثانيه لشيء بعيد. تمام. بعده 20 قدم او 6 متر، يعني نحن عم نقرا او عم نشتغل مده 20 دقيقه بعدها بنطلع من الشباك لمده 20 ثانيه، هذا الشيء قادر انه يوقف تشنج العضله جوات العين اللي هي مسؤوله عن الاعراض. تمام. شيء ثاني مصدر الهواء، يعني نحن اذا قعدنا تحت مصدر هواء مثل التكييف او المراوح هذا كثير بيزيد موضوع جفاف العين، فنحن بعملنا لازم يكون مكان الهواء غير مباشر بالنسبه لعيوننا. تمام. بالنسبه كمان لازم نكثر شرب سوائل مشان الدمع يكون افرازه منتظم. وهذا الشيء هدول هن. طيب معنا اتصال بيان. الو من دمشق. اهلا. الو مرحبا. اهلا يا بيان. رمضان كريم علينا وعليكي. فيني احكي مع الدكتور؟ اكيد تفضلي. لو سمحت الدكتور، بس اختي كان راحت على دكتور العيون وقالوا لها انه في عندها مي بيضاء خلقه بتاثر عليها مستقبلا، وهي كانت بتاثر عليها شو مستقبلا مي بيضاء عندها. بس سؤال ثاني لو سمحت. تفضلي. هي كان يطلع لها قشور فوق العين، يعني على الرمش كان يطلع لها تمام قشور، فيمكن هي سبب المشكله. بس سؤال، قديش عمرها اختك؟ 19 وعندها مي بيضة. قالوا لها انه مي بيضة خلقة حوالين الحلقة. خلق تمام. خلقية. هلا المي البيضة بهالاعمار هي بشكل عام المي البيضة بتتشكل بالاعمار المتقدمة. صحيح. او ببعض الامراض بتساوي مي بيضة باعمار باكرة او احيانا بتكون خلقية. هلا موضوع المي البيضة لحتى خلقيا بالعاده بنعالجها باعمار كثير صغيرة مشان ما تسبب شيء اسمه الكسل الوظيفي. تمام. الكسل الوظيفي انه نحن عين ما عم يوصل لتنبيه جيد، فالدماغ اثناء تطوره لعمر 9 سنين بيهمل هالموضوع، بالتالي بيعتمد على عين وبيلغي موضوع العين الثانيه. فاذا عمرها 19 سنه وعندها مي بيضاء كانت شديده، هون ساعتها بنفحص بنقيم هل ممكن اذا شلنا هي المي البيضاء انه هي تحسن تشوف بعدها منيح. تمام. ولا لا. تمام. اما اذا كان ما في نتيجه اذا كان صاير عندها كسل وظيفي هون ممكن نهمل الموضوع. بالنسبه للقشور البيضاء هلا في عندك شيء اسمه التهاب حواف الاشفان. التهاب حواف الاشفان في له نمطين. نمط من الانماط هو تقشري، هون بنعالج نحن بمراهم وباطرات وبتطيب المشكله بالاضافه للكمادات وتنظيف حافه الجفن. تمام. طيب كمان معنا اتصال. داليا. الو مرحبا. اهلا. كيفك دكتور؟ يا اهلا وسهلا. دكتور انا عندي ولد عمره 2 عينه اليمين عم تدمع وعم يطلع منها مفرزات صفراء، شو بيكون سبب المشكلة؟ تمام.
هلا بالنسبه لهي القصة عمره شهرين، هدول الاولاد بيكونوا ولدان، 5% من الولدان بيولدوا عندهم انسدادات بالقناه الدمعيه بمجرى الدمع. تمام. نحن مجرى الدمع بين العين والانف، محل ما صب الدمع، بنهايته بكون في انسداد عند 5% من الولدان. تمام. هدول الولدان بيعانوا انه بينتبهوا الاهل انه عم ينزل دمع من عينهم. نحن شو من فينا نعمل؟ 90% من هالولدان خلال 6 شهور بينفتح المجرى بشكل عفوي بدون اي اجراء جراحي. نحن اللي فينا نعمله خلال هالفتره بصير التهابات مثل ما ذكرت هون الاخت، بصير التهابات ونعالج الالتهاب بشكل عن طريق الاطراف والمراهم، وبننطر 6 شهور. هلا بعد ال 6 شهور ما فتح سالته بنعمل اجراءاتنا اللي هي سبر مجرى الدمع. بالنسبه كمان خلال هالست شهور شوف فينا نعمل لحتى نساعد لانفتاح مجرى الدمع، فينا نعمل مساج هو عن طريق الاصبع من عند النقطه الدمعيه باتجاه الانف، هيك بنحرض انه يفتح الغشاء. يعني لازم تستشير طبيب. طبعا. طيب دكتور، هلا الاشعه اللي بتصدر عن الاشعه التكنولوجي مثل مثل التليفون، قد ايه ممكن تاثر على العين؟ الحقيقه العلميه اللي صارت انه اثبتت انه الضوء الازرق اللي عم يطلع من الشاشات سواء التلفزيون ولا الموبايلات، الضوء الازرق له كثير تاثير سلبي على العين، يعني عم ياثر على طبقه الشبكيه، على المستقبلات الصباغيه الضوئيه، عم ياثر على طبقه القرنيه، على العدسه، هذا الشيء مثبت. تمام. والشيء الثاني كمان عم ياثر عليه، عم ياثر على شيء بجسم الانسان اسمه الساعه البيولوجيه. صحيح. بالتالي نحن لما بنستخدم اجهزه الموبايل بالليل، خصوصا اذا كانت الغرفه معتمه، هذا الشيء عم يعمل اضطرابات بالنوم كثيره، عم يؤدي الى قلق، فنحن بنوصي انه عدم استخدام الموبايل قبل بساعتين من النوم. لازم دكتور برات الغرفه، هي او نحن يكون ضوء الغرفه شغال. هلا بالاجهزه الحديثه عرفوا هن هالموضوع وتفادوه عن طريق النايت مود. تمام. او الوضع الليلي، الوضع الليلي بيلغي الضوء الازرق من الموبايل، حتى بتلاحظي لما بتحطيه بتصفر الشاشه. صح. هذا كثير صحي للعين، انا يعني بتمنى الكل يحط وضع الليلي بموبايله بالليل له اوقات بتحطيه فيها محدده. طيب دكتور، عندي سؤال على الفيسبوك، ساره عم تقول انا بشكي من الضوء العالي موبايل او تلفزيون، وخصوصا اذا اجى بوجهي فورا، شو الحل؟ هلا في كثير مرضى من جفاف الدمع بيشكوا من هالموضوع انه انا ما عم اتحمل الضوء العالي. هذا بدها تراجع طبيب يفحصها، اذا كان عندها مشكله جفاف ممكن كثير يفيدها، ممكن احيانا اسوء الانكسار، يعني اذا عندها درجات بتحتاج لنظارات كمان بنفيدها بهالموضوع. تمام. يعني تراجع الطبيب، بدها طبيب. طيب دكتور، هلا في كثير اشخاص بيستخدموا لحالهم الاطرات المرطبه، قديش هذا الشيء صحيح؟ هل فعلا الشخص اي شخص بيقدر يستخدمه بشكل تلقائي ولا لازم استشاره الطبيب؟ الأطراف الدمع الصناعية هي أطراف مفيدة لأن تركيبها نفس تركيب الدمع الصناعي. نحن كأطراف آمنة، بس الشيء اللي بيخوفنا منها هو شو المادة الحافظة اللي جواتها. تمام. في مرضى بيحطوا الأطراف منها باستمرار ما بيتأثروا، في مرضى عندهم حساسية تجاه مادة حافظة معينة ضمن هاي الأطراف، ومضطرين نحن نحط حاليا المادة الحافظة ضمن العبوة بحيث لما نفتح العبوة ما يصير فيها نمو بكتيري. فاغلب المعامل بحطوا فيها مواد حافظه. هلا من جديد صار في اطرات بدون مواد حافظه استخدام مره واحده، هاي امنه 100% قد ما حطيناها. اما الاطرات اللي بتحوي على مواد حافظه هون لازم استشاره الطبيب انه هل الشخص فعلا بحاجه عنده جفاف ولا لا. طيب يعني هو دكتور بفوت على الصيدليه الشخص بيقول له انا بدي اياها بدون مواد هلا حافظة. حاليا مو متوفره عندنا. هلا عندنا المواد الحافظه برا متوفره، بس هلا عندنا مع مواد حافظه. بس قريبا رح تكون موجوده بدون مواد حافظه. تمام. معنا اتصال احمد من حلب. الو، يعطيك العافيه. الله يعافيك. يا هلا. بالله ممكن اسال الدكتور سؤال؟ تفضل. تفضل. مرحبا دكتور. يا اهلا وسهلا. هلا دكتور. هلا انا والدي معه سكر، صار عنده نزيف بقلب العين. تمام. قديش عمره والدك؟ عمره 65 سنه. تمام. اعطيناه تقريبا ما يقارب الخمس ابار افاسين مشان يرجع يشوف، يعني اثرت على الرؤيه عنده. تمام. اي وما عم ما استفدنا شيء لهلا، شو الطريقه؟ شو اول شيء الله يخلي لك الوالد ويشفيه. الله يسلمك. هون الاخ عم يحكي عن موضوع نزف ضمن العين او نزف ضمن الزجاجي نتيجه اعتلال شبكيه السكري. هلا بمجال اعتلالات شبكيه السكري الطب كثير تطور. صحيح. يعني وصلنا لمراحل متطوره، وهون بسوريا كثير متطورين بموضوع العلاجات، بس بيبقى العلاج الاهم والنوعي هو ضبط السكر. يعني يروح عند دكتور غدية يضبط له السكر سواء بالأنسولين أو بالخوافض السكر. تمام. الفموية ونظام والحمية المناسبة. هون هذا أهم العلاج العيني. نجي على العلاج العيني، عنده نزف ضمن الزجاجي، النزف ضمن الزجاجي له معايير معينة، ممكن مثل حالة الأخ هون بلش بإبر، نحن بنضرب 5 إبر هو بفواصل أكيد شهرية، بنضرب هالإبر ممكن تساعد على اكتشاف النزف. هلا إذا بقي
موجود. مثل ما عم يحكي انه هو عمل 5 ابر ومن هلا ما استفاد، عنده تشوش بالرؤيه، هون معناته بقيان شويه نزف ما ارتشف، ممكن نحتاج لعمليه اسمها عمليه القطع الزجاجي اللي نحن نفوت جوات العين ونرشف هالنزف عن طريق ادوات معينه ونعمل نطبق ليزر جوات العين، ساعتها بيخلص من المشكله ان شاء الله. مثل ما قلت لك ضبط السكري هو الاهم، هو اهم شيء. هلا كمان اتصال عدنان. الو من الحساكه. الو الو مرحبا. اهلين استاذ عدنان، تفضل. الله يسلمك. ممكن بس تعلي صوتك شوي؟ انسيا بس بدي اسال الدكتور ممكن؟ تفضل. لا دكتور، عندي ابي لما يفيق الصبح، عندي ابي لما يفيق الصبح ما بيشوف بعيون بنوب، انا اخذته على دكاتره هون وضربوه، قالوا بدك ليزر ما ليزر، في اجراءات ثانيه نقدر نتاخذها لانه هلا الصوت كثير ضعيف. والده ابوه بيفيق الصبح ما بيشوف بعيونه، اخذه قالوا بدك ليزر، في اجراءات ثانيه غير ليزر؟ بدنا نشوف شو هي المشكله، يعني بده فحص تحت المجهر ونشوف الشبكيه ونشوف طبقات العين القرنيه الشبكيه شو اللي صاير عنده حتى المشكلة. احدد لك انه العلاج بالليزر او علاج ممكن تكون مي بيضاء. ابي معه سكري ومعه نزلت مع عنده المي البيضاء ومع الضغط، لما يعصب او بيرتفع ضغطه بيضرب لعنده على وريد الصدري دكتور. تمام. هلا بالنسبه للمي البيضاء الى عمليه اسمها استخراج المي البيضاء بالفاكو، هذا الشيء بنشوف نحن وين صرنا باعتلال الشبكية السكرية. كل مرحلة إلى علاج معين، في مراحل بالليزر، في مراحل بالإبر، في مراحل بالعمليات مثل ما حكينا مع الأخ، هذا كلهم له علاجات حسب الحالة اللي بدنا نفحصها. تمام. طيب دكتور هلأ شو أكثر الأمراض اللي ممكن تنصاب فيها العين بالصيف؟ بالنسبة لفصل الصيف، فصل المشاوير، فصل أكيد. الرحلات. هلأ الكورونا ما في شيء. ما في شيء حاليا، ما في أمراض. طبنا ما في شيء. الحمد لله. بالنسبة لفصل الصيف أكثر شيء نحن بنخاف منه هو أشعة الشمس. الحقيقة اشعه الشمس خصوصا بلادنا بلاد دافيه بالصيف، فبتكون فيها طيف اشعه الشمس، طيف اسمه الاشعه فوق البنفسجيه. هذا الشيء كثير بخوفنا، يعني مؤذي جدا للعين، مؤذي جدا للشبكيه وللقرنيه لكل طبقات العين. فاهم توصيه انه نحن نحط نظارات اول ما نطلع من البيت فصل الصيف، حتى عند الصغار ما نهمل هذا الموضوع. نظارات طبيه ممكن تحوي على طبقه عاكسه لهي الاشعه فوق البنفسجيه. شيء ثاني، موضوع الجفاف بيكثر بموضوع الصيف، مثل ما حكينا انه نحن بنقعد تحت المكيفات. صحيح. هذا كله بيزيد جفاف، اذا بتلاحظي المكيف بيطلع منه مي من المحرك تبعه، هي المي هي المي موجوده بالغرفه، فهو عم يسحب المي والترطيب، بالتالي العين عم تزيد فيها جفاف. بالنسبه بيكثروا روحات المسابح، المسابح احيانا اذا المي مو نظيفه رح كثير يصير بؤره لانتقال البكتيريا للعيون، احيانا ماده الكلور الكثيره بالمسبح بتاثر على بعض الاشخاص، بيفتح عيونه بتلاقي بيجي لعندك بعد ربع ساعه من المسبح عيونه حمر ومنفوخين. تمام. هذا بيكثروا الرحلات على المزارع لسعات الحشرات بالمنطقه حوالين العين، بتنتفخ العين بتصير التهاب شديد بالانسجه حول العين، هذا كله ممكن يصير. طيب دكتور كنا عم نحكي على الجفاف، شو آلية علاجه؟ هو اكثر شيء مثل ما قلت حضرتك بنصاب فيه بالصيف جفاف العين، شو آلية علاجه؟ هلا بالنسبه للجفاف عندنا عده طرق للعلاج. بالنسبه لاول شيء اهم علاج هو الترطيب بالقطرات الدمع الصناعي. الدمع الصناعي مثل ما قلت لك هلا راح ينزل بريزرفاتيف فري او خالي من مواد حافظه، راح يكون كثير جيد. في عندنا ممكن حالات شديده نتطلب انه نحط مراهم مراهم للعين. غذائنا لقوا انه الدمع فيه ماده زيتيه، طبقه زيتيه من طبقاته كثير بياثر فيها الاوميجا 3. تمام. فنحن بغذائنا اذا كان في اوميجا 3 متواجد بالسبانخ بالجوز بالتونه زيت السمك، هذا كثير بيساعد على يحسن وظيفه الدمع. شرب كميات كافيه من السوائل. بحالات متقدمه ممكن نحتاج لشيء اسمه السدادات الدمعيه. هي اجراء جراحي بسيط جدا، بنحط سدادات بالنقاط الدمعيه بحيث انه نمنع تصريف الدمع، نحافظ عليه بوقت كبير داخل العين، هالسدادات بيزولوا لحالهم خلال 3 شهور. بسيطة العملية. تماما. هلا الدمع وظيفته كثير أساسية بشكل عام، لازم ننتبه إنه مو هو بس جفاف، الدمع له وظيفة أساسية بوضوح الرؤية. تعقيم كمان. بالتعقيم فيه أنتي باديز أكيد عشان مضادة للبكتيريا، بيعقم العين فلما بيقل رح تزداد الالتهابات ويزداد إحمرار العين. الموضوع الثاني وضوح الرؤية، أنت لما بتطلعي على عيون شخص بتلاقي فيه لمعة. صح. هي اللمعة هي طبقة دمع رقيقة اللي عم تخلي سطح العين أملس، اللي عم تغطي طبقة القرنية اللي هي شباك العين. أكيد. فضروري كثير نحافظ على موضوع الدمع. طبعاً نتجنب الأجهزة الموبايل والاستخدام لفترات طويلة. إن شاء الله. أكيد. كمان معنا اتصال حسام. ألو. ألو مرحبا. أهلا وسهلا. كيفك؟ بس بدي سؤال للدكتور بعد إذنك. هلا أنا معي مد بصر بعين اليمين. تمام. وفيها كسل وظيفي، اذا عملت ليزر بيمشي حالها؟ ليك صديقي، هلا الكسل الوظيفي هو شيء نحن عندنا دنه القدره البصريه وما عم يتحسن بالنظارات.
الليزر اذا بدنا نعمله نحن نحسن نقدم لك القدره البصريه هي كانك حاطط نظاره، اما كل شيء كسل صاير هذا ما فينا نصلحه. يعني انت مثلا عندك كسل عم تشوف 5/10، مع النظاره صرت تشوف 7/10، بس بسبب الكسل ما عاد تحسن تشوف لل 10/10، نحن بنصلح لك كانه حاطط نظاره يعني كانه 7/10. بس قديش درجه الكسل؟ احيانا الكسل بيكون درجه وحده، هي ما فينا نصلحها. تمام، بنصلح بس نغنيك عن النظاره. تمام. هلا معنا اخر اتصال، نور من دمشق. الو دكتور، اهلا وسهلا. اعطيكم العافيه. الله يعافيك. دكتور، حابه اسالك، جوزي عمره 45 سنه، بيعاني من حرقه بعيونه وقت يفيق او وقت بده ينعس. راح الدكتور وصف له قطره مرطبه فريشنس اسمها، وعطاه نظاره تبع القراءه لدرجه واحده. اعطاه نظاره للقراءه؟ ايوه درجه واحده. يعني هو صراحه ما عم يستخدمها تماما النظاره، بس هلا الحرقه بالعيونه كثير زعجته، وقت يفيق يعني ما بيقدر هيك يشوف بسرعه، وقبل ما ينام هيك وقت بينعس. حتى مع استخدام القطرة لهلا عم يعاني من هالأعراض؟ إيه تمام. تمام. هلا أحيانا نحن الدمع لنا فيه ثلاث طبقات، طبقة مائية وطبقة مخاطية وطبقة زيتية. أحيانا سوء وظيفة الغدد اللي هي موجودة بحواف الأجفان تعطينا نقص بالطبقة الزيتية أو سوء بوظيفتها. هدول الأشخاص لو أعطيناهم قطرات ترطيب شو بيصير عندهم؟ بنعوض الطبقة المائية، بس الطبقة الزيتية هي ما عم تتعوض. نحن شلون بنعوضها هي الطبقه الزيتيه؟ اول شيء مثل ما قلنا بالاوميجا 3 بالطعام مثل السبانخ الجوز هالاطعمه. ثاني شغله عن طريق انه نحسن وظيفه هالغدد. كيف بنحسنها؟ بالكمادات، بنعمل كمادات مي بارده مع تنظيف حواف الاجفان، بنزور طبيب العيون بنشوف شو عنده التهاب حواف اجفان بنعالجه بالطريقه المناسبه وان شاء الله بيخلص من هالمشكله. بالنسبه للنظاره حاطه، الدكتور شايف انه عنده درجات، حط له نظارات غير موضوع الحرقه. تمام دكتور، شكرا كثير لك. اهلا وسهلا. اهلا فيك. تسلمي لي. هلا. شكرا لك. زغليله العين وغباشه الرؤيه مشكله بيعاني منها البعض، احيانا بتكون مؤقته بس في اوقات بتكون مؤشر على وجود مرض وبتستدعي استشاره دكتور. لنعرف اكثر خلونا نتابع سوا. تعد زغللة العين من المشاكل الصحية الشائعة، ويمكن أن تكون مجرد علامة بضرورة فحص النظر وارتداء نظارة طبية، أو نتيجة لأسباب مؤقتة مثل الإجهاد الشديد وقلة النوم. ولكن في حال استمرارها فقد يؤشر ذلك إلى الإصابة بمشكلة صحية تستدعي استشارة الطبيب. ومن أبرز المشاكل الصحية التي تؤدي إلى زغللة العين، أولاً مرض السكري. يمكن أن يتسبب ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في شبكية العين، وهي الجزء الذي يستشعر الضوء، وفي حالة إهمال ذلك يمكن أن يؤدي إلى فقدان الرؤية. ثانياً، السكتة الدماغية. تعتبر زغللة العين المستمرة أحد علامات الإصابة بالسكتة الدماغية، حيث يحدث تغير مفاجئ في البصر وتصبح الرؤية ضبابية، ولا تقتصر أعراضها على ذلك فقط بل تصاحبها أعراض أخرى مثل الدوخة، فقدان التوازن، ولذلك يجب استشارة الطبيب في حال ظهور هذه الأعراض. ثالثاً، تسمم الحمل. يمكن أن تشعر المرأة الحامل بزغللة في العين نتيجة الإصابة بتسمم الحمل، وهي حالة خطيرة يصاحبها ارتفاع في ضغط الدم، ويمكن أن تشكل خطورة على حياة الأم والطفل. رابعاً، الصداع النصفي، والذي يتسبب بمجموعة من التأثيرات السلبية على الجسم، حيث يسبب الدوخة وعدم الاتزان، كما أنه يؤثر على العين ويتسبب بعدم وضوح الرؤية والحساسية للضوء، وربما ظهور الهالات تحت العين. ولتفادي هذه المضاعفات ينصح بفحص العين مرة واحدة في السنة، وذلك للطمأنة على صحتها واكتشاف أي مشكلة صحية مبكراً. مساء الخير عن جديد. مو بس الجزر بيقوي النظر سوري، كمان في كتير أطعمة بتساعد بالحفاظ على صحة العين وتعزيزها، ومنها الفليفلة الحمراء النية، فيها كميات كبيرة من فيتامين سي المهم للأوعية الدموية بالعين، وكمان بنلاقيه بالأرنبيط والفريز والبابايا. ولازم نتناول هالأطعمة النية لأنه الحرارة بتدعم الفيتامين سي. كمان الفليفلة الحمراء فيها فيتامينات الأي والإي والمهمة أيضا للرؤية. كمان عندنا بذور دوار الشمس والمكسرات، فيها كميات عالية من فيتامين إي اللي بدوره بيساهم على مع بعض العناصر الغذائية الأخرى بإبطاء عملية التنكس البقعي المرتبط بالتقدم العمر. كما أن كميات كافية من فيتامينات إي بتحمي من أن نصاب بالمي البيضاء،
وما ننسى الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ، الكرنب، فيها فيتامين A وC والكاروتينات اللي كتير مهمة واللي بتحد من خطر الإصابة بأمراض العيون المزمنة. تحتاج شبكية العين مثل ما قال الدكتور إلى الأحماض الدهنية كمنها الأوميغا 3 حتى تقوم بوظيفتها بشكل صحيح. بنلاقي الأحماض الدهنية بالأسماك الدهنية مثل السلمون، تونة وأي فواكه البحر. وأخيرا البطاطا الحلوة واللحم الخالي من الدهون والدجاج والقرع والبروكلي والفاصوليا والبقوليات وكمان البيض، كلهم مصادر فيتامينات للأي والسي والإي المفيدة لصحة العين. وهيك خلصت فقرتنا وخلصت نصيحتنا الغذائية لليوم. لاقونا بكرة بنفس الوقت ونحنحكي عن الأشخاص يلي بيعانوا من عدم احتمال اللاكتوز. طبعا ما تنسوا تتواصلوا معنا بكرة أو تبعتوا أسئلتكم على الفيسبوك. وهلأ ورد ورنا صاروا جاهزين ليكفوا فقرات رمضان بيجمعنا. شكراً كثير دكتورة. شكراً يا دكتورة إيفانا، ناطرينك بكرة. شكراً. أوكي. شكراً كثير إليك. طبعاً نحن بس نذكر مشاهدينا ببداية فقرتنا إنه فيكم تتواصلوا معنا عبر الاتصال، الرقم رح بلش يظهر أسفل الشاشة لتجاوبوا على سؤال حلقتنا. رح نذكر شوي للي ما سمع السؤال، شو أكيد كلنا متمنى تخلص جائحة كورونا، بس أكيد بدنا نسألكم شو بتتوقعوا يتغير شيء بعد انتهاء هاي الجائحة، وهل رح يتغير شيء أصلاً فيكم بشخصياتكم أو حتى بالعادات اللي نحن عم نتبعها؟ شو تغير فيك يا رنا؟ شو ممكن يتغير إذا خلصت جائحة كورونا؟ هلأ بحس إنه يمكن نحن في عادات هيك صارت أكثر نعملها بهاي الفترة، بحس إنه بدنا وقت لنتخلص منها أو لحتى يمكن نخففها شوي، بس هي بالنهاية عادات منيحة، يعني إن كان النظافة الزايدة، الاعتناء، يعني يمكن في عادة أنا اليوم خلص مليت منها بس عم نضطر كل يوم نعملها، هي أي غرض عم يدخل على البيت عم نعقمه، خصوصي يمكن الأكل أو الأشياء المغلفة. صح. أكيد اللي نحن فينا نعقمها من هاي العادات، بتخيل إنه هي رح تستمر معنا. رح تضل. يعني تتذكري كيف لما من 3 شهور أو 4 شهور حدا نسلم عليه بالإيد بعدين يطلع علبة جل كحولي أو يطلع سبيرتو يبخ على إيده ويعقم إيديه، شو نقول عنه؟ نستهجن الفكرة، نقول شو هالفزلكة اللي عم يتفزلكة، معقول شو بيقرف من العالم، معقول إنه نازيك لهالدرجة؟ لا، هذا الشيء صار جدا طبيعي، صار عادي وكتير. من الشغلات اللي بظن تتغير فيني مثلا بعد جائحة كورونا إنه ما عاد خطط لشيء بعيد المدى دون خطط بي وسي ودي كمان، كل شيء احتمالات، كل شيء كنا مخططين له. مين كان يتوقع مثلا مشاريع تتوقف؟ صح. او طيران بين المطارات، دراسات، كل هاي الاشياء، تقديم على تسجيل مثلا رسائل ماجستير دكتوراه، دراسات، فحص، يمكن في ناس فحصهم معلق هلا بده يرجع الفحص. ادعوا لها لرنا، عندها هلا امتحانات. شكراً. بعد فتره اكيد كل التوفيق من الناس. كثير من الناس كانت تخطط وخلص شيء مفروغ منه، ما في خطط بديله. صح. بيقول لك شو رح يصير، ما رح تخرب الدنيا. لا يا خربت. عزيزي خربت الدنيا، وخلونا نخلي املنا بالله، بس هو اللي بيدبر الامور كلها. صار الاتصالات جاهزه معنا. مرحبا بتول من دمشق. مرحبا. الو مرحبا، كيفك يا بتول؟ تمام الحمد لله. هلا بتول، رمضان كريم. اهلا وسهلا فيكي معنا. اهلا فيكي بتول. تتوقعي في شيء رح يتغير فينا من بعد ما تنتهي جائحه كورونا؟ اكيد ان شاء الله كله بيتغير للاحسن، وانا بتمنى انه من رب العالمين يجمعني مع اللي هو بنقول خطيبي، ان شاء الله بيجمعني بعد هالسنين. وأنا الله يشفي كل مريض و... إن شاء الله يا رب. إن شاء الله. معناتها بتقول يمكن عم تقوم تدعي وتنام تدعي لحتى تخلص جائحة كورونا. الله يجمعكم عن قريب. وين هو موجود؟ هو مو هون، باللبنان. باللبنان. وهلا السفر ممنوع. يلا إن شاء الله يا رب تنجمعوا عن قريب. آمين. علي لنا صوتك بعد إذنك، والزملاء بعد إذنهم كمان يعلوا لنا. إيه تمام، هيك منيح. طيب حضرتك عم تدرسي عم تشتغلي؟ إيه أنا عم أدرس. شو عم تدرسي؟ هلا فينا نقول بكالوريا. ان شاء الله يا رب كل التوفيق. ناويه تقدمي على حزيران؟ شكرا كثير، ورمضان كريم. اهلا وسهلا فيكي. كل التوفيق. موفقه يا بتول. تسلمي لي حبيبتي. شكرا. شكرا كثير. رح ناخذ اتصال معنا عبد الله من حلب. عبد الله مرحبا. مرحبا. اهلا وسهلا فيك، رمضان كريم. رمضان علي وعليك. اهلا وسهلا فيك. سمعت سؤالنا عبد الله؟ اوعد لك يا راح عبد الله. الاتصال مع عبد الله. نتمنى ترجع تحاول تتصل فينا. لا اكيد نسمع اتصال جديد رح يكون جاهز معنا بعد شوي. شو رايك نرجع يا رنا لصفحتنا على أوكي. الفيسبوك، صفحتنا على الفيسبوك بعنوان رمضان بيجمعنا على قناه سما الفضائيه، ونرجع بنشوف البوست مع بعض على أكيد. الشاشه سالناكم شو ممكن يتغير فيكم بعد جائحه كورونا. رح ناخذ رمروم، هيك الاسم. يسعد اوقاتكم. رح يتغير كل شيء لانه حسينا بقيمه الوقت وبقيمه الشغلات يلي انحرمنا منها، وخصوصا الاشخاص يلي بعدنا عنهم حسينا بحبهم. ان شاء الله يا رب الله يجمعنا بكل حدا بنحبه. يا زن عم يقول الله يفرج. امين.
ابو ماجد ما بعد الضيق الا الفرج، ان شاء الله رح تفرج علينا، هيك عم يقول ان شاء الله يا رب. وليد عم يقول انه بده يتغير خير الله. اشرح لنا شو رح يتغير. رح ناخذ ام علي عم تقول رح تتغير كثير شغلات. اول شيء رح نقدر قيمه الناس اللي بنحبهم، ورح نصير نزورهم وتزداد الروابط بين العالم. عاداتنا رح تتغير خاصه على صعيد التنظيف. صح. واكيد رح يصير كل شيء في في كل شخص فيه بشنطته تاتش او محارم معقمه، تبطل العاده. اكلنا رح يتغير، رح يصير اكثر صحه، وحيصير عادة دائما ان شاء الله يا رب. هلا هي بالنهايه عادات هي منيحه ومحببه، وان شاء الله يمكن بنخلي بس العادات الايجابيه ونحافظ عليها. رح ناخذ اتصال من دمشق. مرحبا عادل. استاذ عادل كيفك؟ اهلا وسهلا فيك. مرحبا. اهلا سيد عادل، رمضان كريم. الله يحميك ويحفظك. الله يخليك سيد عادل. سؤالنا عم يقول اذا انتهت جائحه كورونا شو رح يتغير فيك شخصيا؟ هلا انا تاجر بصراحه. تمام. وانا بتمنى موضوع المحلات انه تفتح للساعه 6، هي وجهه نظر طبعا. تمام. بتمنى انه المحلات اللي هي هلا عم بتسكر الساعه 6 5 هلا كمحلات. تمام. بعد العيد حيصير من 6 لل 6. تمام. انا الفكره الاساسيه انه تضل هذه مستمره، لانه هذه انا رايي الخاص كتاجر انه بتساعد انه الاشخاص يتواصلوا مع عائلاتهم. تمام. يتواصلوا مع اولادهم. يعني لقيت استاذ عادل انه هي نقطه ايجابيه الموضوع الحجر المسائي. خلينا نسال، يعني هذه الفكره موجوده عندي من زمان. يعني انت لو خلصت قصه كورونا يبقى الاسواق تسكر 6 المساء. انا في مجموعه معطيات، اسف اذا طولت عليكم بالحديث. لا خذ وقتك، اكيد من خبرتك بنحب نسمع، تفضل. انا وجهه نظري المعطيات هي اولا توفير بالطاقه. تمام. ثانيا الاكل بصير صحي، لانه اغلب التجار بخلصوا دوامهم الساعه 10 بيرجعوا للساعه 11 لياكلوا اللقمه. صح. كمان في عندك موضوع انه بيصير في زيارات وتواصل اجتماعي. صح. بين الناس، وحججوا قدام زوجته انه والله شغل وما عم لحق، هي كلها بتنتهي، ما عاد في هي الحجج. اكيد. والنقطه الثالثه انا وجهه نظري بيكون تواصله مع اولاده بيكون افضل. اقوى، لانه اغلب التجار عم بيرجعوا بالمساء بيكون اولادهم صاروا نايمين. حذر شو سيد عادل. فضل. وكمان رنا كمان بتوافقني يمكن الراي. كثير من الناس بينجرفوا بموضوع السوق والشغل وبينسوا حالهم انه عندهم عيله وعندهم اولاد وعندهم بيركض الوقت. عادات. ما هي المشكله انت اذا ما اوجدت حضرتك الموضوع بشكل عام، يعني احنا خلينا نخليها بالشتويه للساعه 5 وبالصيفيه للساعه 6. تمام. واريح للجميع. برجع بعدها بياكل لقمتين هو وعائلته، بيشوفوا اولاده قبل ما يناموا. حلو ان شاء الله. هلا يعني هيك بالاول نخلص من الجائحه سيد عادل، ويعني هي وجهه نظرك اكيد نحن بنقدرها وبنحترمها، وشكرا اكيد عبرت عنا يمكن بطريقه حلوه عبر شاشتنا، وشكرا لاتصالك اكيد ولكل ارائك. كل حدا يمكن عنده هيك وجهه نظر. صح. بهذا الموضوع، بس على فكره منطقيه نوعا ما. منطقيه. يمكن ما نطبقها لكل المهن، في عالم يمكن بس ما يلاقوها منطقيه ابدا. صح. يعني انا بقول لك انا كحلاق مثلا ما بقدر اسكر الساعه 5 المساء. صح. إذا خلصت جائحة كورونا عيادات المشكلة دكتور. المشكلة أنا بظن أنه في أغلب العالم اللي هنا مثلا بتشتغل أو موظفين إن كان شركات خاصة تحديدا، هن كلهم بيخلصوا بوقت مأخر أشغالهم. صحيح. يعني بده ينزل على السوق أو بده يعمل أي شيء. هلا هو اقتراح بالنهاية، ما بنعرف أكيد لوين رايحين. إن شاء الله يا رب كل اللي رايحين لقلو يكون خير بحق الجميع. اتصال جديد. مرحبا. مرحبا. نور من حماة. مرحبا يا نور. أنا هند. هند؟ من وين حضرتك؟ هند. يا هند؟ أهلا وسهلا. من حماة، كيفك؟ الحمد لله تمام. شو الأخبار؟ هند قديه عمرك؟ 16. أهلا وسهلا فيك يا هند. كيف قضيتي هي فترة الحجر بوجود فيروس كورونا؟ وشو بتتوقعي إنه في شيء رح يتغير بعد انتهاء الفيروس؟ إيه أكيد. شو رح يتغير؟ يعني رح العالم تكون أكثر وعاية وأكثر حمد للنعم. انت عم نحكي عنك انت شخصيا، يعني نحن كل حدا بدنا نسمع وجهه نظره هو شو اللي رح يتغير فيه، او مثلا عادات بدك تضلي محافظه عليها. صراحه يعني رح ارجع على ديني وصلاتي وهيك، يعني كثير كنت انا مقصره بالصلاه وهيك، ما كنت يعني تقرب من الله عز وجل اكثر. ايوه. على وعسى انه ما يرجع وباء جديد علينا على كوكب الارض. ايه. وهيك فعلا يمكن لما
تنتهي نوعا ما او بتعجز حلول الاطباء وبتعجز حلول العالم، فمنقول الامل الوحيد هو بالله عز وجل انه يشجع ويساعد هالعلماء يخترعوا دواء لجائحة كورونا او حتى لقاح، وان شاء الله يا رب الله بيحمي الجميع. شكرا كثير لاتصالك. اتصال جديد، مرحبا. نور من دمشق اخر اتصال، مرحبا. كيفك يا نور؟ راحت نور، بطلت نور. طيب نعتذر، يمكن نستقبل كمان اتصالات جديدة، وأكيد بننبسط بكل حدا بيتصل فينا وبأي رأي نحن بنسمعه، بنكون أكيد كثير مبسوطين بكل كمان أكيد التعليقات اللي وصلتنا على الصفحة، أكيد ننبسط كثير فيها. هلأ رح ننتقل يا رنا للمطبخ الفلسطيني يلي بيتميز بتوابله المميزة وأطباقه الفريدة من نوعه ونكهاته المتعددة، والكتار بيعتبروه بيت المطبخ الشامي أو مطبخ بلاد الشام يلي بتشتهر بأطباقها المتنوعة، ولا طبق المقلوبة الفلسطينية قصة رح نخبركم إياها بهالتقرير. أعطي لها اسمها نسبة إلى طريقة تحضيرها، المقلوبة طبق يستهوي الفلسطينيين وأهل بلاد الشام ويزين مطبخهم منذ مئات السنين. تتكون من خضار مقلية، باذنجان وأرنبيط وبطاطا ولحم أو دجاج محمر، توضع في قاع القدر ويضاف إليها الأرز بعد أن تنضج، تقلب من الوعاء الذي طبخت فيه فتظهر الخضروات واللحم على الوجه وتقدم بذلك الشكل. لأصل تسمية المقلوبة قصة، كانت تسمى بالباذنجانية لكثرة استخدام الباذنجان فيها، إلى أن فتح صلاح الدين الأيوبي القدس فقدم له أهلها هذا الطبق احتفالاً بالنصر، أعجبه وسأل عن اسمه واصفاً إياه بالأكلة المقلوبة، فاتخذت هذا الاسم وارتبطت بيوم تحرير القدس من الصليبيين. ويقال أن المقلوبة ظهرت بالساحل الفلسطيني وتتكون من الأرز والسمك، إلى أن أهل الجبل استبدلوا السمك باللحم أو الدجاج وأضافوا إليها الخضار. مكوناتها المتوفرة وسهولة إعدادها جعلها الأكلة الشعبية الرئيسة في فلسطين، وقد غدت المقلوبة في السنوات الأخيرة مقترنة برباط المقدسيات المدافعات عن الأقصى اللواتي يطعمنها للمصلين، خاصة في شهر رمضان الكريم. كل مرة منشيلها هاي الطنجرة هي ومقلوبة وبتفرط، تفرط ولا مرة زبطت معنا انه تضل جالسة حتى نقدمها. طبعا رغد عم تقولي، رغد فارس كل واحد يحكي عن حاله، يحكي عن حالك، تطلع من تحت ايدها، ما دقناها مدام رغد من تحت ايديك. انا صراحة لسه ما جربتها ولا مرة، بس انا يعني مقلوبة ماما يعني تمام، رجعنا هلا على الحديث وما كثير كمان ما جربناها، لا بنحكم على شيء مندوب. على كل حال هذا الحوار اللي صار بيناتنا هو اللي بيصير بين الازواج وبين افراد الاسره، الاكله طيبه ما لا طيبه، ناقصه ملح، زايد تيلا سمنه، كل هالامور كلها. هلا هذا ابسط انواع الحوار، يا ريت كل الحوار بالبيت على الاكل والشرب. الحياه تحت سقف واحد لها معاني كثيره، ما فينا نختصرها فقط بانه نكون اسره واحده مجتمع على سفره او عايشين تحت سقف واحد ببيت واحد، وبيناتنا بالمعنى المجازي مسافات كبيره. هون لازم نفكر ولو شوي، يا ترى نحن قادرين نتواصل صح مع افراد اسرتنا؟ وهل في بيناتنا حوار ام هو مفقود والحديث اللي بيكون ينتهي بمشاكل؟ صحيح،
هذا الموضوع ورد رح نناقشه لليوم لحتى نعرف شو هو الحوار الأسري وهل فعلا له أهميته بحياتنا وشوية طرق لحتى نحققه ويكون في له أكيد ضوابط وضمن حدود. هالتفاصيل كلها رح نعرفها مع ضيفتنا الاختصاصية الاجتماعية والنفسية هبه عرنوس. أهلا وسهلا فيك معنا. رمضان كريم. رمضان كريم. أهلا يا أستاذة هبه. رمضان كريم عليك رمضان كمان كريم. الحوار الأسري مهم وضروري جدا ونسمعه كتير عبر السوشيال ميديا وعبر الإعلام وننادي وننشد به. بعلم النفس والاجتماع شو يعني حوار أسري؟ حوار الأسري هو أول شيء نوع من أنواع الأحاديث، هو بيختلف عن النقاش وبيختلف عن شيء اسمه جدال. لهلأ حاليا عم يصير ب 70% من البيوت هو اسمه جدال. أما الحوار هو القائم على شخص مرسل وشخص مستجيب، شخص بيحمل رسالة وشخص تاني مستجيب غير محضر للإجابة. يعني نحن الجدال بيصير إذا عرفت الضد يمكن يتوضح لإلي تماماً تعريف الحوار. الجدال هو بيصير بحد ذاته النوع كمان من الأحاديث ولكن حول مشكلة ما، كل فرد من أنواع من الأفراد اللي قائمين على هذا الجدال متمسك بفكرته وعم عنده رأي مختلف عن الآخر تماماً، وعم يحضر جوابه أثناء الثاني عم يعبر عن رأيه. هذا اللي بيصير معنا نحن، بنكون ما عم نسمع عفواً الطرف الثاني، يعني كل واحد عم يسمع ليجاوب طبعاً نفشله بس إنه أنا بدي عم بنتظر لحتى هو عم يحكي وأنا على أساس عم بومي برأسي إنه أنا عم بسمع، إنما أنا عم حضر الجواب. للأسف هذا الشيء بدل شو، لأنه بعد ما ينتهي القعدة ثاني يوم بنعاد نفس الغلط اللي كنا عم نحكي فيه قبل بيوم، فبالتالي ما وصلت الرسالة. وهذا الشيء اللي نحن من نادي فيه، إذا بدك أنت تكون الحوار ناجح فأختم الحوار بماذا فهمت أو لخص شو أنت فهمته من الطرف الثاني. لو شو وصلتوا أنتوا الاثنين تمام، إنه أنا بفهم منك إنه أنت اللي عم يزعجك مني 1 2 3، فأنا فالتاني بجوز يقول لي لا أنت فهماني غلط. ممكن يجي يقول لي تمام 1 2 فيها إشكال خلينا نناقشها. هذا الموضوع اللي نحن كثير بحاجة نضوي عليه بهي الفترة، لأنه الموضوع الحوار بيختلف عن موضوع الجدال بنقطة. موضوع الحوار ما بيكون فيه نوازع شخصية ولا شخصنة بالموضوع، إنما الجدال بيصير في عنا في شخصنة وهو عم يتهم ذاتي، فأنا بدي دافع عن هي ذاتي إن كان ذات أنثوية أو ذات الذكورية، فما بيسمح لي إنه هو تيجي تقول له أنت كتر يعني كيف متحملة أنا هذا الوضع، أنت خضرة يا دوب عم تقدر تجبلنا. لما منمس القدرة عند الرجل فأنت دعستي على يعني عنصر الذكورة تماما وقفت، وهو بيجي بيقول له طبعا الجمال لبرا والاهتمام لبرا، الحمد لله شفتك على حقيقتك مع تفضي تلبسي تضبطي حالك، وكأنه الأنوثة عندك بلشت تتلاشى. هون بتكون أنا بحسها ولعت النار هون، يعني هو كأنه هو أو هي كأنه شعلوا النار تحت بعض وهون بتولع يمكن تماما. هو بدايتها بتصير بالجدال وليس الحوار. أنت صحيح. عندك مشكلة بموضوع نقاش معها بموضوع أنه عدم اهتمامها بذاتها، فوجه الموضوع أنه أنا مقدر قد أنت عم تشتغلي ومقدر قد أنت عم ياخذ منه إيدك البيت كلياته، كتير بحب شوفك بالإطلالة القديمة، أنا مشتاق لأشوف إطلالتك القديمة. هون ما حيجي إلا أنت، نحن دائما وجوه أصبعت أصابع أنت الاتهام. تماما، فالتاني بيكون عم يحضر التصريح أو عم يحضر حتى يدافع عن نفسه بهذا الجواب. صحيح. يمكن ببداية الفقرة حكينا أنه بهالوقت نحن بنختصر المسافات بين بعض، يعني الحوار هو بيختصر المسافة البعيدة اللي هي للأسف صارت مسافات بعيدة بين أفراد البيت الواحد. نحن بدنا نلغي هاي المسافات أو بدنا نختصرها، بس نحن ما بدنا خلينا نقول نتعدى على المساحة أو المسافة الشخصية لكل حدا فينا. كيف فينا نحقق هذا التوازن بين الاثنين؟ هي بتتم بالطاقات الأربعة. طاقات الأربعة بداية في اسمه تشارك. أهم شيء كتير أعرف أنا الشخص الآخر إمتى بيسمح لي أتشارك معه وإمتى لا. مو أنا أتعدى وأعتقد أنه هو هلأ بيحب أني أنا أدخل ضمن قوقعته الخاصة. افهم أنا موضوع التشارك، موضوع التحاور اللي حكينا عنه بالبداية، أنا أبدأ أفتح معه حديث بيهمه. أي شخص حابة توصلي له فكرتك ابدي معه بما يهمه وليس بما أنت جاي تدي رأيك فيه تماما. هذا الشيء لأنه هو مثل يقولوا حيعطيك الطاعة بالأول، بعدين حيضل يومي. وتعرف إحنا في عنا شيء اسمه يعني الموافقات الثلاث عند سقراط، فإذا عطى إيماء 2 3 فالرابعة أكيد حتاخديها. فأنت خدي الحوار معه بالنقاش من نقطة التحاور. عنا شيء اسمه تآلف. الألفة بلشت تفتقد من البيوت، وهي رسالة أنا بوجهها أنه كتير انتبهوا على موضوع الألفة. الألفة ما لها علاقة بالمحبة، ما لها علاقة بالعشق وحالات الهيام. أنا عم بحكي الألفة، الألفة أقلف الشخص اللي قدامي بعيوبه، بذات عيوبه نفسها. يعني اليوم انطفت الكهرباء، هلأ صار شوب، صار في عرق، صار في أنا متآلفة مع الشخص الآخر، بس بدون ما أنا ضلني قاعد بس طول الوقت عم ركز على نقاطه السلبية. موضوع التوافق، أنا الشخص الآخر قديش ممكن أتوافق معه باللي هو بيحبه باللي هو بده إياه باللي هو بيرغبه. فكتير مهم التوافق. أنا
أعبر عن الشيء اللي أنا بحبه وبتمنى يوافقني فيه بما لا يتعدى الخطوط الحمراء والشخص الآخر كمان. في أشخاص منشوفهم ما كانوا يلعبوا على الأجهزة الإلكترونية ورجال ورجال أعمال حتى وصار هل عندهم هواية باللعب الألعاب الإلكترونية. طيب يعبي أوكي. وقته في ملعب تقول له شو استيقظ الطفل بداخلك شو أنا شايف أنه بلشت هجوم. فخلينا نحن نوافق قديش هو في عنده شيء حس حابب هو يعني يشغله مرة تانية ينبسط فيه ويستمتع فيه خلينا نوافقه فيه طالما ما بيتعدى الخطوط الحمراء. تمام. طالما عم نحكي عن الحوار الأسري اليوم في كثير من أفراد أسر بيقولوا أنا ما عندي شيء أحكي مع أهلي. يعني الرجل اللي ما له دارس ولا له محصل شهادات وكبر بالعمر صار فوق مثلاً 60 سنة الله يطول بعمر الجميع بيقول لك أنا ابني اللي عمره 30 سنة دارس ومتخرج دكتور ما بلاقي شيء مشترك بيني وبينه لأقدر أحكي. أو اللي أخذ زوجة مثلاً أو زوج ما معه شهادات وتحصيل علمي زوج اهتمامه سياسة وأخبار وشو عم يصير بالعالم وشو التغيرات اللي عم تصير والمرأة أهم الطبخ والنفخ والمكياج مو هيك هموم النسوان هالأيام مو بسر هيك شو هالاتهامات الباطلة عم نحكي بس شو هالاتهامات الباطلة شو هالصورة النمطية للمرأة عم نحكي بس للمرأة اللي ما كتير قادرة تواكب مشكلة معك اثنين يعني اثنين إذا بدنا نحكي طيب من مبدأ محامي الشيطان اللي عملته أنا في كتير استفزازات بتصير بالبيوت الرجل فعلا يتهم المرأة أنه أنت همك هيك بس الطبخ والنفخ والأولاد وما قادرة تسمعيني والزوجة بتقول له أنت همك الأخبار والسياسة والاقتصاد وما قادرة تفهمنا شو بدنا نلاقي قاعدة للحوار إذا بدلشت بالشخص اللي قدامي بمدحه وجربوه أنا هي من يعني عن تجربة وبنصح فيها دائما بالعيادة بلشي بالشخص الآخر بمدحه أنا كتير بنبسط وأنا كتير فخورة إنه أنت عندك خير شو بدك عم تمدحيني تماما هو هيك حيكون الجواب صحيح هيك حيكون الجواب لأنه بلشت الموضوع يصير هو أسلوب حياة إنه المدح حد وراه في الطلب لا ما في شيء أبدا مو أنت عم تجهزي مو أنت عم تبلشي هلأ نعمل نحنا أبديت جديد لحياتنا لأنه نحنا في نمط جديد عايشينه خلص خليني أنا أعتمد إنه أنا هذا الشخص الآخر حأبدأ أمدحه واليوم ما حاوره واليوم ما حناقشه ولا حقله شيء خليه يبلش يتالف انه في موضوع يعني كلمات مدح كلمات ثناء لإله بدون اي مقابل بدون اي طلب اي شيء هلا بعرف هذا صعب على الطرف الاخر لانه هو متعود يعني بيعطي 1 2 3 4 مره ورا مره منتهي تمام تزبط طالما انت بدك تاخذيه لصفك فامدحي رقم واحد امدحي اختصاصه امدحي بشو ماهر يا ستي ماهر بطويل الاواعي امدحي طويل الاواعي اللي عنده اياه اثني عليه صدقيني هلا نحن بفتره في شيء اسمه مرحله الطبطبه الاجتماعيه مفقوده مفقودة عنا صار الشخص عم يروح يبحث أنا قديش عدد لايكات عم جمع على الفيس هذا إدمان النت قديش أنا عدد المشاهدات تماماً فهذا كتير شيء بيقلق الشخص الآخر إنه أنا طيب أنا في قاعد مع أشخاص ما بيهمك هدول اهتمامهم فيك ما بي فأبحث عن الطبطبة الاجتماعية من الطرف الآخر موضوع بعد ما نحن أثنينا ومدحنا فيه فيني أنا إجي إله إنه حابة أقترح عليك أو حابة أخذ رأيك بموضوع ما وبلشي من زاويته بلشي من دائرته هي الصغيرة تبعه واسألي قال له انه انت برايك هلا بهذا الوقت هل في لقاح عن جد لكورونا اذا كان هو شخص مهتم بالاخبار هل انت برايك هي نظريات مؤامره دوليه في يعني دول متامره على دول رأيه بالموضوع اللي هو خلينا نقول بهمه او بحبه يعني المجال اللي هو بحبه تماما مو غلط نسمع تمام. عن شيء يمكن نحن حتى ولو نحن ما انا مهتمين فيه ابدا اكيد بس هي كيف هلا بدها تسحبه لطرفها بعد ما اخذت رايه وهو اثبت ذاته وعبى مركزه هي حتجي هون تجي تقول له بقى بتعرف بهذا الوقت او انطلاقا من كلامك وبناء على الكلام اللي انت قلته انا حسيت انه كورونا مثلا عم يساوي لنا مشكله بالبيت عم يصير في بيناتنا تباعد كل واحد لحاله عم يبقى قاعد صدقيني مو انت مررتي الفكره من خلال توفيق الذات تبعه يعني انت اشبعتي ذات الطرف الاخر حيعطي استجابه ما تقولي ما حيعطي استجابه صح. حيعطي وحياكد الرجل لما بده يفوت يدخل على المطبخ ويبلش يبدي رايه بالطبخه محروقه طالع ريحتها ليش في غاز تماما دائما بحب يثبت ذاته بالمطبخ مين بملعب المراه بحب يثبت وجوده طب اسمحي له خليه شوي يثبت نفسه حتى يكون من طرف المراه بهالنقطه بالتحديد مشان رنا ما تاخذ بده يصلح الموقف قال المشكله للاسف هلا كل هيك النساء والصبايا اللي عم يتابعونا انزعجوا لا طبعا عم نحكي من مبدا محامي الشيطان انه نحن بنستفز الطرف الثاني لانه صح. فعلا هذا الواقع اللي عم يصير بالبيوت للاسف بتجي المراه شاغله صفره رمضان تعبانه 3 ساعات او 4 ساعات بالمطبخ وحاطه والمراه كائن حساس كل عنصر عم تضيفه على الطبخه هي عم يطلع من قلبها
وتضيف له نفسها، بيجي الرجال بيقول له اخر شيء، او الاولاد، انا بتضايق من الاولاد بالنسبه لامهاتهم، ما عرفتي تحطي لفلان شغله، ما عرفتي، وممكن منهم يتركوا السفره ويقوموا ما ياكلوا. قديش بتنقهر الزوجه او الام لما تشوف اولادها هيك عم يتصرفوا؟ اكيد هذا كثير موضوع، يعني حطيت ايدك على الجرح مثل ما بيقولوا، لانه فعلا هلا نقد صاير، يعني فن النقد صاير بالسفرة، بالترتيب، بكل شيء، بكل شيء بخص البيت صار عنا يا فن عم يستخدمه، كل واحد بيشوف فن الثاني عم يتبادلوه حتى على الفيس، تعالي بكرة هيك قليلة بأمية خلاص بترضخ. فخلينا نحن بالعكس هذا الأسلوب النقد، إذا كانت الأم ذكية وحابة عن جد تغير، تحاول تفصل هذا التصرف اللي صار عن إحساسها، ولو هي مرأة كائن حساس تماما. أنا بدي أعدل سلوك، ولا أنا بدي أتحسس وفوت أبكي وانقهر وبكرة والله ما أنا عملت لكم إلا من قريبه. فخلينا نعرف إذا أنت بدك تعدلي، فأنت حاولي تاني يوم تشتغلي على نقد كل تصرف عم يساووه بأسلوب ذكي، اللي هو أسلوب الساندويتش. أنا بعدين بعطي إيجابي، بعدين بعطي سلبي، بعدين بعطي إيجابي. الله يسلم إيديك على هالسفرة الطيبة، وأنا بشكر حالي قدامهم على السفرة، أنا بشكر نفسي الله يسلم إيديك على هالسفرة الطيبة. صحيح اليوم الطبق واضح إنه هو محروق البصل شوي، إنما الطعمة والترتيب الصحون شيء ناهي. أنا مدحت حالي وعلمتهم، لأنه أنا بدي عدل تصرف، عدل سلوك. بالعكس هنيئا للأم اللي بيطلع ابنها هيك ظاهر قدامها وهي عم تحاول تعدله قبل ما تزوجه وتدعي عليها الكنة. إلا عن جد، إلا لأنه عن جد نحن للأسف نبدع بتربية البنات والصبايا ليكونوا ببيت أسواجهم تماما، بس إنما الرجل ما بخلص هذا برأيه، وين ما نزلناه حينزل واقف، وين ما حطيتيه هذا على الأرض ثابت. ومنعوده للأسف على الاتكالية، على إنه دائما في حدا يشلك تيابك ويعلق لك أغراضك ويكون كل شيء جاهز تماماً. يعني نحن اليوم عم نحاول يمكن نحكي بهموم الرجل وبهموم المرأة بنفس صحيح. الوقت، وخاصة بهي الفترات الصعبة اللي قاعدين مع بعض بفترة طويلة بالبيت. نتشكر كثير وجودك معنا لليوم، أهلا وسهلا. رمضان كريم أستاذة هبة. مشاهدينا هذا كان كل شيء بحلقتنا 27، مثل ما ذكرنا ببداية الحلقة يمكن حلقتين أو ثلاثة باقيين معكم رنا وأنا، إن شاء الله يا رب نقضيهم بكل محبة وود، تبقوا بألف خير، ضلوا بألف خير يا رب، باي باي.